أفاد مراسل الجزيرة بسقوط قتلى وجرحى هذه الليلة في قصف للقوات الموالية للرئيس اليمني على مناطق عدة في العاصمة اليمنية صنعاء. وكان 6 متظاهرين و10 جنود من الموالين للثورة في اليمن قد لقوا مصرعهم أمس وأصيب عشرات حين أطلق من يوصفون بالبلاطجة وقوات الموالي للرئيس علي صالح الرصاص وقذائف RPG على متظاهرين سلميين في العاصمة صنعاء. كما قتلت امرأة وأصيب 4 أشخاص في إطلاق رصاص على متظاهرين ضد النظام في تعز جنوب اليمن. مراسلنا من صنعاء أحمد شل